إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. عروة بن الزبير ابن العوام عن عائشة رضي الله عنها، عن خالته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها عائشة سمعت ويمقشي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله ويمقشي يقول حال أرنيه: إن الملائكة ملائكة تنزل ويسودكتا في العنان ضرورتي يسودكتا وهو السحاب، يعني العنان كوا وصحاب كوا ضرورت وهو السحاب، فتذكر وحي الشيكتا ويسو الشيغان الأمر أمر بيسو الشيغان قضي في السماء، أي الذي قضي في السماء أمرك ألا أو حكومي وملائكته إسو شيغيسو ورلك إي الرضا كسابسا إي أهل الأرض أي إسو شيغان، فتسترق الشياطين شياطين تا وحي دلبان يدونان إن يوركا وحكا حضان ويدغيستان سمضي آدان إيغو إسقرين إيا مركاسي ملائكته وركودة بيسوحضان، تسترق الشياطين أي تختلسه السمع مقل كأنبي صدفان تدقيستان أيوة مختفين أي مركا، فتسمعه وي مقلان ملائكته إسو شيغيس ويلسو دقان، فتوحيه شياطين توحي أوحيو تايو أشيكتا ووركا قرسيسا إلى الكهان كوا كهانت اللي يرهدو اي بشر كي بني آدم ككمدة كها كهندنا وكوا صومارد اتقانا وحشيك حمبو شيقية وحو شيقية من وحي الشياطين وي مرمركا قار كود كلمة اسحقة واي ملائكة كسو حذين اي اشيقية مركابي وحي كدريان بقول بينوت، فيكذبون وي 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 بين شيغيان
معها أي مع هذه الكلمة الحق التي اختلصت الشياطين كلمة حقا الشياطين تو أي صوت دفتي مقل كأيك صوت دفتي ملائكته أي لجر كذا وحي بين شيئين مئة كذبة بقل بين وضبه كدريان من عند أنفسهم وكوا كهنده أيقو نفتو ذئك لي مادين مركابة وحوية نحل قيابة كلمة دي حقا هيد وإن ملائك تكسو حدين دادكو إني كل قاني رانا ووبو وحنو الشيقي وحي أمنو الشيقنا وارهم بين نقطي لكن وحي غافل كيهين بقول ككلا اللقو حييسي اللقو سوق قليي وأي اعتقاديين وباطل كا ووحي لها غيب كامرك أما وحي لها دعا وواقعيا أدعي والله قيابا شياطين تو اللي هضبا أنك بني آدم كيسميش وقاري سنة عادة وقاري أدو هل كان شوغا أو هضليا يا وحال قيابا قف آخر الدنيا شوغا الله ماشي وقود بيسا بعد وضع هل ليسان وضع وضع شوكتان هذه بشر كي بني آدم كي بتا أفوري دي شياطين تأي جنبو والله قيابا إن بشر كاكسي هريين مركابو ليا خبر كهل كاشيرة إيجا شيك معاك كدا عي وحين الله شيء وجدك وكهانة دي وشيء جاية مرك مركا حيالها مركا نوع عصو كليتا يعني لو كتسومي يعني لو كتسومي وأنا ضد بضم بين الدوميان قوة سيدا سو كليتا وكهانة دا وشياطين تو وحيوتو قوة سيد ومض بضم بين الدوميان لكن حديث كم مقصد كلاجلي يهي واللفظ كان إن الملائكة تنزل في العنان إذن ملائكته وحاكم ذا من ينزل بأمر الله تبارك وتعالى إلى الأرض قار سودجة أمرك إلهي لا سودجة وأرلاه سودجة باكم ذا إلا حديثك وحاكجر إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب مركابي إسويدينيان وحي إلهي أو وحيودي وحي بي إسو شيغيان شياطين تنا وأقبنيسي مقل كي بي مقليان وصدفيان مركابي كهاند أشيغيان لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثدي سي وحي كدن بيي والله قحر الشياطين تتا والله قحر تا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري مركا شهابكو وأوغي سلبات مركا أوغي سلبات بالله نسبية سيدا درتيد يعني أصل كاغا هبفو قادي والله غوغو أبتري كرا والغو نسبين كرا أصل كاغا هبفو قادو لكن والغو نسبين كرا مركا ابن شهاب الزهري قال وحيري نعم عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى والأغر مقعس سليمان الجهني المدني مرك اللبضاس تابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن إيوه الأغر الجهني لبدو داس أيو كورنا يا ابن الشهاب لبدو دنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة أي كورنا يا قال وحيري أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قيبا وحيري إذا كان يوم الجمعة هدوء هذا ما لنت جمعة كان وو هذا على كل باب الباب كسا
ومن أبواب المسجد مسجد ك الباب دي سكمدة الملائكة ملائكة أهات مسجد ك لقاها الله ياهي مسجد معين وماها ومساجد أولا جنس المساجد أي مسجد أو لقو أوغو جمعة لقو أوغو بل لقاها الله ياهي مركة الباب دا لقا سوغلو مساجد ك ملائكة شوكتة محي قبنيان يكتبون وحي قريان أي الداخلة قف كم مساجد كسوق لي أي قريان الأول فالأول سيدا أكله الريان بي قريان سيدا داتك أكله الريو ومساجد كالله سو حاضري أي قريان ديوان بي وتاني قلينيان أي قريان سيدا الله سو كله الريان لو كلا أجر بدي سيدا مساجد كالله سو كله مرو أمبا لو أجر بدي هي لو كلا أجر بدن يحي فإذا جلس الإمام إمامك هدو فريستو أي على المنبر منبرك مركو فولو فريستو إلا إمامك وضركتينو مركو صوغلو منبرك أو فولو داتك أيو سلاما مركو سلاما وفريستا. طيب فإذا جلس الإمام إمامك هدو فريستو وعلى المنبر أو فريستو طووا الصحف صحفتي يا وراقه أي وحكو قريين أم بي اسكو لابتان وحدا ما قران وجاءوا واني مادان مساجد كي سوغلان يستمعون الذكرى إيغو ذكرك إيا وعدك إيا خطبة لغي سنية وكفى إلي سنية إلا خطبة ووعدي سوما ووعدي إيا تعليم إيا تذكير ويان ما ركتا حديث كمركو وهو الرئيسة مناسبة أباب كاللي هي وحويا واللفظ كانك على كل باب من أبواب المسجد الملائكة ملائكة أوضتك سيدي أسوك له الرئيين مساجد كسوا حاضرية المبادرين إلى المسجد يقريان شغضوا دواء انتاس مركا ملائكة إلهي ويبضان تهي شقوي بضان أو إلهي كو أدون صدي أم بين قبتان وكال دوان أنتي مرك النصوص الشرعية أن كأرجنو نلاكوجش يا جسيد إذا أروا بيننا أنت كرنا وحي قبطان إلهي بقرنا يه وحي إلهي كأضن صدق بقبطانه جملة أم بن أروا بيننا إياه جنا صوتي تهي الإيمان بالملائكة وحي كمتى ركن من أركان الإيمان إيمان كأركانتي سبي كمتى لكن رنتي حديث كان هي واقعة يجا واقع يجا هي حديث كان مركان السفير إنه آد بأكل دويه آد بنو كلا ديرنا دد وحاجرة بل إنه يأجر بلن هلان أو سودك دقي دا أي مساجد كأسود دق دقي إنه يأجر كو هلانه أن ورقده ملائكة بلو قرين إلا مره دو إمام كسوفر يستو واحدا بلا قرين مايو واحدا بلا قرين مايو مدك كله مرك قار كود مساجد مرك خطبة دي إلا قاله أو مساجد فربنا لقى بيا بابا إنا خطبة دي نهاية جوجان مساجد قار كود أنت حاضر كاهي جوك تاهي واحد كل شكل نيسا عدد كي جمعة دو كو أنصح يسي ما جوجان وأفرتن كاها مساجد كده ما ببناي قارا وحي إيمانيان يعني صلاة ديو لقو شروع رقع دي دافتاي قال وحال غيابا ايضا تشهد كي لو فدي ان يمادان سو حاضرا وحد وينو لغو مقن هنا مجراني مخايدهن ففدناه كفد كدريدينا دبكا سان هايستا اذا مركا فضيله بدن با كو جيرتا وسو دغدغي د مساجد كلو سو دغدغي ايه هل لو سو دغدغو سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم سعيد ابن المسيب أحد التابعين من كبار التابعين
قال وحو يري سعيد بن المسيب مر عمر بن الخطاب أيا صومري في المسجد مساجد كالإحديسة وحسان والحال حسان يعني حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد أي شعر شعر إيوه قبي إيه قرار وأخري إيوه فقال وحو يري مركز وكو إنكري فأنكر عليه عمر عمر باكو إنكريو ما مساجد قد أحد يسيبات شعر كو أخري نيسا وأنا مسجد كي النبي صلوات الله وسلامه عليه مركز وشوابي فقال وحو يري حسان كنت وحنها أنشد فيه شعر كمد إنشادية يكو قيقارة فيه أي في المسجد وفيه أي وفي المسجد في نفس الوقت من قفؤيه هو إساقو بخير منك كخير بدن عمرو نبي قوة شهداء أدقو أدقو دي ديسا وأدقو إنكر إيسا لكن شعر كامن كو قيقاري جري إيضو مساجد قد إحديسا إيضو في نفس الوقت وإن مقلا يوتشوغو مساجد كواليبا من هو خير منك رسول الله يا انت مركو يري ثم مركك بعدي التفت وضي مضي يعني التفات هو ضي مضى عدني عيكته وضي مضي وو إلى أبي هريرة أبا هريرة ومساجد كتشوغي فقال وحكو يري أنشدك بالله ربي من كقول داري أسمعت من مقشي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يقول أرني أجب عني حسانو إيجا جواب علي مشركينتا مرارك قاركود نبيغا إيا مسلمينتا كو قردرون شري أو كو عرب ديران شري مركابو ديه شري وجواب يعني جواب الشعر كاهنا وخطر مركا وحو أورنجري نبيغو أجب عني إيجا جواب علي مركاسو باللابايا إساقو وحوياً أجواب علينيا وهذا الكوكوي رهدنا أين مرضى بابا ومرضى بابا إلى ده ساقي كريم نعم عايدة أعايو مركاسو نبي قهدنا يرؤدعيي اللهم أيده ألو كحوشي بروح القدس إلهي وروح القدس كحوشي يعني وافتشي كلمة كهبون ee ayaga lagu bahdilayo gaalada sidaas buu nabigu yiri iga ajibna wa yiri wana u duceeyo wuxuu yiri ilaahay ruux al qudus oo jibriil ah naam kumaragti naam sidaa buu ku yiri sidaa ma maqashay nabigu sidaa ii yiri buu yiri qaala wuxuu yiri abu hurayra naam ha riwaayada qaarkood waxay sheegayaan qolin nabiga ku gardarootay أيو ربي إنو كو شعر كو قبيو مركز النبي قو وحو يري نصبا كولي هاي كواس نصبا إغالا دحايا مركابو كو يري سيدي تن عجين لغا سيبا نصب كاغا سيبا يابوي سينا كو قارين أياغان وحو ربان مايو مركابو النبي قو يري مركابو أبو بكر أيا آد نصب كو كلا يقان مركابو أساقا أتاق أكاغا شكايو نصب نماذا يدو ماشي كسوق الشو وانا ني يلي كري سمارت انو نصب كي النبي كسيبو ايضاً وحبا قالين انت كلو صوهرتنا وحي مديهين ومريو مركا حديث كمركا روان كقاضنين شعركو هدونا بدا اكل ايو حمان كلاونا وذن لا بأس ان مساجد كدحديثة لغو شيغو مرمرك قاركود كتاب كان أنا أخرين إني وحيالا أنو عاسو كتابا نقص مري وناقد علم جيبه كجيران ومعاني وناكسن بيحن بارسيهين لكن وحر هذه أشياء اللي قاله سو اللي قال قيليو هداي تهاي كواسو كلام ميا كواسو كلام مساجد كه لما دحكينو تسوى مد كله مقصود كه
ايو محل شاهد ك امام البخاري حديث ك اسو اروريي ولفظ ق النبي يري اللهم ايده بروح القدس. بروح القدس وملك سما وافضل الملائكه ورسول الملائكه يجيء بالوحي على الانبياء سما هعدي الهي وعروضه والله عقابا ولا عذابا عقوبة إذا جبريل بولا صدرة الله تبارك وتعالى مركا أسماء ذي سنة وحكم إذا روح القدس روح القدس روح ذي ظهير نيت وظهيرين ياي فعلا مركا وحن نغني من باب إضافة الموصوف إلى صفته من باب إضافة الموصوف إلى صفته. نعم روح ذي الظهر النيد ساسو النغنية. عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. الحديث كي هذا النص هر مري حديث كي سعيد بن المسيب بولا معنى هي لكن هذا كني وحديث البراء عدي بن ثابت الأنصاري أيا ورنيا عن البراء أي ابن عازب رضي الله عنه قال وحيري البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري لحسان يعني حسان بن ثابت أي وحكيري أهجهم عي هجاء وعيدة إيو عيبه ضرر الله تلمامه أو هاجهم. نعم نعم مركا لبدا كلمة ويسكو معنى لويهين ماشي ككل يمادين هاجهم من المهاجات أهجهم من الهجوي وأنا اسكو لويهين وجبريل معك جبريلنا أدوكو لشراه تعد جبريل لجرو وعد قوليستي سببت اي تهي قال ذو وحادي اد ابدا ابدا وهذا الحن ان الاقي الرسول كي سي رسالتي سي دين كي سمنا اين كان بدقلين اي هاين. نعم اشعار تنك اللي يرهدو حسان والنبي يا مسلمين تا يدينك وكو أيدي جري ومعروف ومشهور سيرة ما يكبو حدا ولا سيما كتاب المغازي لأبي إسحاق وصوت اختصاري نك اللي يرهضو ابن هشام حميد بن هلال حميد بن هلال عن أنس ابن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد في رواية موكب جبريل. حميد ابن هلال ابن هبيرة العدوي وتابعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني وابا أنيغو أنظر إيغي يوحدا سيدو إيغو موقتو كأني وابا أنيغو أنظر إيغي إلى غبار غبار كعي ساطع يعني أي ارتفع كرء كعي في سكة بني غنم لمن كان يرهدو بنو غنم وبطن من الأنصار من الخزرج ولف أنصار وخزرج ماشي دقنايين وي ماشي دقنايين وادي دقنايين مركا غبار هلكا ككعي إن هدا وتشيدا بعد مودة. زاد في رواية رواية كل وحوكوزي هذه غبار كاسي حقيب وكيمد موكب جبريل ملك جبريل إيو جماعة ديسي موكب كيسي وأوي مدين ليجاهدوا مع المسلمين
مسلمين تئني لجهادان أي مدين أيان أرق نيبو يرمرك مركا موكبك علماء وحي كفسر من حيث اللغة جماعة فرسانة وفردولي أيا أيا اللي يرى هذا مقع عن موكب مركا جبريل يا جماعة دي سملائكت وهقا من أيوه ودفرده دي وطا وحي أي مدين إن مسلمين تلجهادان يعني مسلمين تلجران وأنا دعضي يوم بدر بي دقالك جهادك قالين سوما غزوة دي لديه جري غزوة الأحزاب قالين تيك ليتو بني قريضة والنبي صلى الله عليه وسلم مركو غزوة الأحزاب كيمي وقرقي إي ويمي دون دركا وميرتي أي جبريل ويمي وفرس كيسي سارا مركابو كيري أدنكو هبكي مدكتين أنكو هدانو نهاي ملائكتي هبكي ولما إنا دقين مركابو النبي يري إلى أين مركابو يري إلى بني قريضة مركابو النبي إعلان بحيي أحد أدنك إذن كمده صلاة عصري ونكتكل إلا ببني قريضة نوال بأنتو أردي كرى الأرض مركا ملائكتو حويا صفك مسلمين تأيو النبي قام بي أهانجرين مركا قاركود والأركي مركا قاركود ولا أركي مركا قاركود صوت كود على مقلي مركا قاركود وهكذا نعم مركا ميشو أجهد هي وحويا موكب جبريل جبريل هي جماعة بضان وملائكتي وسمد أسود دكتي مقصود كي لهاي نوامحي إن جهادان إن جهادان في سبيل الله يكون جهادان مع المسلمين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول حديث كان يوحنا قصه مري في أول كتاب البخاري باب كي أقوه الرئيئها باب بدء الوحي حنوما لنا حديث كي صدحات بوها مثل حديث كي أفر الله بلا ممدها هذا مركز سيد اللوسو دليشاني يي باب كاس إيا باب كان وجك اللوسو دليشاني أمك لدوان حقا وحلوسو دليشاني قابك وحيق النبي قوي مادوه هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه عروة عن عائشة عن خالته عائشة رضي الله عنها سنة كسيدانه آدب نصر مرأة سبت أيتهاي عروة بن الزبير إيه هشام وويل إيه أبيه لبذو ذبا ولا بالتابعي لكن كلوين لبذو ذبا ممن تدور عليهم رواية الحديث رواية الحديث دتك أي كور يكتبي كمديهين ومتك صو كمديه آلاف من التلاميذ من الطلاب أيولها ولا سيما حديثك عائشة إلا عروة بن الزبير عائشة وهبر يرتس لازم علمي أيها يسوع نبو الرصدي هي غير كذبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث ابن هشام الحارث ابن هشام المخزومي من قريش المخزومي القرشي سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويديي محو ويديي كيف يأتيك الوحي نبي وحي سيديبك ويمدا سؤال شو هذا وكيف يأتيك الوحي مركب ملق الله إيمانيا إيقابك وحي وقسو الدقيو لبضبا سؤال شو ووجيه لبضبا ملق سيديبك ويمدا وحي سيديب وكوغس ودقا وقاب كاوي قال وحير النبي كل ذاك
يعني متكسطو أريت آد ويدي سو لبضى طرف له حالتان لبضى حالة ضد أو ملقة هي نزول الوحي أهبى يأتيني الملك لبض بوجرا يأتيني الملك ملك وإي مدى وإلي مدى أحيانا مرركو وحو يقصو قارا وحيقو في مثل صلصلة الجرس جرس كبهل كان يرد أنه دوان كانوا دهنه فعربي وحلقوا يرد جل جل دوانك جرس كاس صوت كي سوكا لدنن سقوة دنن بو يسوق يا بوي ملكي بأو يمد ملكي بكدو الأخرين يا صوت الملك وحي وكدو الأخرين يا النبي مثل صلصلة الجرس أيو إيسو قال يا أبوي فيفصم عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركي وحي كد جيو حال ديسو إسبدالي جرتي حال ديسو وإسبدالي جرتي صحابتنا ويكو يقانين ويكو يقانين ومركي أيكو أركان ويكا مسجرين أنت وحي كصعده فيفصم عني وحي يجيبا كجوايا وحالة دي نبيك هيسيبا ك با بقاد ميسا فيفصم عني ويجا جوايا حالة دي نورفع ميسا وقد وعيت والحال قد وعيت أي حفظت أن حفظي ما قال ما قال الملك وحمل جيري أن مرت حفظي وهو حالة صداسه أشد علي سقى إيه درنا سقى آد إيه درنا من بابك من أول الكتاب عائشة وحي كدرتي وحان أركي بيتر النبي صلى الله عليه وسلم ومالين آد أقبو وحقاء مديننا وقبو دهي وقتك حقاقة مالين آد أقبو والنبي وحي كسو دجي اي وحي او كغو اي يدو ديدكو دفركيس او كغو اللينيو نينكا ليرهدو زيد بن حارثه زيد بن ثابت انه هايبان فيليا النبي كان اكفدي اي زيد بن ثابت انه حكم دها من كتبه الوحي يعني وحي قدتك قرا مركابي قرانكو كسو دجي بي وحي كسو دجي نبيك بوددي سنة بوددي دي سار نايد وحان كبقي بيري بوددي دو إني بربرتو أثر كلا وحوءها نبيك قاديد بو سار ناوو سعودي واحد يجيبا وحي يجيبا كسو دقي هشيبا فريستي ثقلك وانا مد إلهي قرآن كسو كوليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مركا مركاس وقدرنا وهو أشده علي حالاتك وحي وقوي ماذا كان قدرا بي أهيد إذن مركا مداسي مثل صلصلة الجرس وصفة الوحي وحي صفة دي سوي والله بدي حال ضوض كل ذاك ذي أوير النبي صلى الله عليه وسلم الله بدي حال ضوض مثل كم ذا حال ضوض الله بعد ويتمثل لي الملك ملقي أيا إسوكو كي سوى صورين أيا أحيانا مرركو رجولا نن قف بني آدن ملقي أهبا وإيمان أيا فيكلمني وإلى هدلي وحي يجيبه ويقول هدلي فأعي ما يقول وحولي يهنا والحفظي دور حديث باجرتي وعكمدها حديث كي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد سؤالات ويدي النبي مغلي المسلمين مسلمين ثم أقول نبي سوا يقاني
آخر الحديث أبو حلية فلبست مليا مدا جوقي مركابه النبي يري ننكي مالي دويت وحنا ويديني مياد قرانا يسا عمر وعن كو يريبو يري الله ورسوله أعلم وحو يريبو يري جبريل بوأها وحونا إذن كوي إذن كوي يمي إنو دينك إذن برو على سبيل السؤال والجواب مركب مركا قاركود وحكو من جري على صورة رجل غريب نن أن لا أقون سيد حديث كاسو كلا مربر قغار كود وحكو من جري صحابة النبي قال إن كم دها ولا ليه جري دحية ابن خليفة الكلبي صورة ديس مركابة صحابة وحي أم لين يان وحن النبي قال لجوا هاي دحية إنه يهي وهو جبريل مركا على صورة رجل بمرك قار كون أقول إيمان جري فيكلمني فأعي ما يقول هل كان مركا وحن كفهمني ملائكته صفات وارتوا وخلق سيدا إلهي قرآن كوشي نور لقى أبو ري لو ما نجيده ما أرقنه ما أرقته جلسة يدا هدا حبي حاضر نقول إيهين أما حفظها هذين أما كوي ذكرك إيه علمك إيه مجالس العلم مجالس الذكر فهذين إيه هذين ما أرقنه لكن مررك قاركود وحي يتمثلون رجلا ويأودا حديث بضن وحكم إذا حديث كنك قاب قاتل مئة بقولك قفد لي إيه نن عالم إن تويدي توبد مليهي بيري توبد وليهي تلنسيي لول كاد وحا كوسا منجر تلول حنويه كهاجر قرية أنت أوت المامي قرية أنا دد وأنا سنبا جوجو إلهي عبودي هل كا إلهي كعابد كالبر مركم مرة يوه أمبا وحاوي ميد سكرة الموت كي حالة النزع ملك الموت كي نواسو دقي قفك الصوت لمن يا ملك الموت كا وأسو شقديسو قبض الأرواح أي تهيمو يي ملائكة لا سو حاضرت هدو قفك أهل الجنة يا هينا ملائكة ليرة ملائكة الرحمة سو حاضرت هدو أهل النار يا هينا نعوذ بالله من النار وحال أهل النار ملائكة ليرة أهل العذاب سو حاضرت لبادي ملائكة با إسوكتيمت والله إسور صدي أني كم حايد كاني أني كم حايد كاني ضاد لبدودي لبدي قراء ملائكة العذاب وحير هذين وح خير بولي ما السمين مركا أنك كو أولا إن الروح دي سقاضنه ملائكة الرحمة وحير هذين هل كان سقو طائبه يمد والله يسقب صدي وحيوب هذين عيد وقر صورته أو قر غيبس إلهي من ملك لا أصدري مركز وحوقي من على صورة البشر ملائكتنا ما أوقعتها لا يعرفون أنه بشر يعني كلام مركز لقيستي وحوق جوابي قيسوا ما بين الأرضين للكو كيمد يا للكو أسعدي قياسا كي أود وادو أيو أهل كودا كمدي هاي والله قياسي ماشي أسعدي أيو هل تاك أود وادو مركز من أهلها كنغمد كم نقول وحاكله كم إذا حديث كله نبى نن أي وديهين أو دين كا يا إيمان كا أي صاحب كيهين أو قرية كله دجناب وزيارة وآدي ملك أم بعد حلو ودياريي على صورة البشر هو يدي حاجة وصعتها قرية ضاس ما حد كدونيسا نو ولا الكيمان كزيارة نيا وح أماله كقول إيه هاي أزيارة ذا وق أمل جودي سمي أجره ما يا إلهي درتي بانوش على هاي سيدا إلهي درتي وقش على تاي إلهي وقش على ذي وبدين حديثك سوار أرتي نمن صدح هاي والله امتحاني أو ملك الله صدري أو ملك على صورة البشر ويمي وبدن تاي أحاديثة الماميسة ملائكته إن صورة البشر مركب قاركود أيدتك وقتي ماده طيب أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، أي فل هلم. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحير أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبان مقلي يقول: حال أورنيو من أنفق قفكي صدقية زوجين لبن نوع ومن الأموال في سبيل الله كن فقية كبعية كصدقية دعته ويؤيرتا خزنة الجنة ملائكته فرها الباب ذا جنة هيسة أيا أويرتا أو جنة إنو صغر أويرتا ووحي رهدان أي فل بمعنى يا فلان، بمعنى يا فلان تتكن نحوها هي آخر سوي قرن أيام واسم مرخم فلان مرك ألفتي ينون كي لقوي فل بين غطة مرك يا فل يا فل هلم أي تعال كالي جنذا صقل بي رهدان قفكي لبا الشيء لبا الشيء وصدقاءه لبا أنواع ضأه حولها أما لبا شير يوح لمدة قفكي في سبيل الله كبحية ملائكة فراح جنذا الباب ذي ذهية أيا أييرة أييرة هذا كالي صقل. فقال أبو بكر، أبو بكر بو حويري ذاك الذي لا توى عليه، ذاك كاس لو ييري أو جنذا لو غيري الذي كيوي لا توى، أي لا بأس عليه ولا ضياع وحد به أما باسه أما ضيع أما ضيعنانه ما هي سته واللي باني قف جنذا لو غيري واللي باني هذا الكمرك أسيد عليه هي يعني كأنه أنه إسلي هي أديك هو اللوغة يري دون من نقن دون تا بس من نقن دون تيد لكن نبي قرتي ومركابه كيري. قال النبي نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم: أرجو وحن رجينا يا أن تكون منهم. إن أتكمد نقاطد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وانا لوغ بشاري وانا لوغ بشاري نعم من الجنة قليو من المبشرين بالجنة وكمدها وحانا كمدها بشارو ينكاس أحد الصحابة أيا نبي قوارديين يي نبي قوارديين يي مركا قف باسوغر نبي قو ميل بيرهو قراي حائط عيل كويا اللي مركا الباب كما فرستوير قفا صار ريحوير وكمان إريبوي مركاس ويروا أبو بكر مركاس أنا إريبوي سك نبي قال الله بتوحان إريبوي رسول الله أبو بكر أمبا إذن ضلبا يئنو صغرا مركاس النبي قال كويري إئذن له وبشره بالجنة يعني أو إذن جنة لو قب الشارع عمر بهدنا يمد سيدو كله عثمان يمد سيدو كله لكن وحكو زيادي بشره بالجنة مع بلوى تصيبه مصيبنا أيضا أصيبه ووحي دعي هدي فتنة دي دعضي وعثمان كب الله بطي ومركا سنو وحكو جوابي والله المستعان هدي أن وحد نبال لغو شيغو إلهي ككال مدلب والله المستعان مركا الخلفاء الراشدون يا غيرهم داد جنة اللوغو بشارية انتي نولايين اياجرة كوانا وحويا لما قعابي او سيدة قوني دا لما قعابينا والرومينينا صحابة دي قودهان ربي تبارك وتعالى وكرالي النقضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نعم وتقريبا كن يدور بغلها
iyo inta kale ka dambeysay oo ayaguna khayr badan aan u rajaynayno, khayr badan baan u rajaynaynaa. Waxaanan u rumaysannahay in ay yihiin ummadda kuwii ugu khayrka badnaa. Nabigaana sidaa yidhi sallallahu calayhi wasalam, khayru nnaasi qarnii thumma aladiina yalunahum thumma aladiina yalunahum. Nacam, marka nabigu wuxuu yidhi arjuu an takuuna minhum. Xadiidkan marka waxaan ka faa'iidaysannay malaa'igta qolaba meel unbaa ilaahay ku addoonsadaye qola sidii kuwii aanu ku soo marnay xadiidkii hore, samada furayaalkooda hayay kuwa jannada furayaalkooda hayana inay jiraan. Nacam, أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي قال إنه يري لها أي لعائشة وأيري يا عائشة عائشوي هذا جبريل كان هو جبريل وملك جبريل يقرأ عليك وحكوك أخريا السلام سلام بوكو أخريا يعني وكو سلامية ومشان نراهنو هبل بكو سلامية وكالوي يقرأ عليك السلام سلام بوكو قدو الأخرين يا ومجد إيضو معايا لهذا وإشارة قريب سوما هذا جبريل كان وجبريل يقرأ عليك السلام سلام بوكو أخريا فقال ذو حيتيري وعليه السلام دوشي سلام نبت قال يا هاتو يا ورحمة الله وبركاته سلامتي بريدسي سلامتي أي ريدسي مركز النبي قال هذا الشو وحي تيري ترى ما لا أرى رسول الله وحانا أنا واركي بدأت واركتا نبي قل جبريل واركا يدو سما أركتو مركب حي يجي يجد عدة إلى هذا ترى ما لا أرى أي تريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كان مركا وعن كفى إذا سنينا فضل عائشة عائشة فضل قايل هذا ما دام جبريل والسلام صدري والنبي وصدري بي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم طيب وهكذا ملائكته مسلمين تمركي أسوق الشنة ويسلامان إلهي ندم دافع ويديا. نعم إله النوع أقبل. سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. من سورة مريم. سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل نبي جبريل وحؤيري ألا تزورنا مياذا نسو زيارنين أكثر وحكبضا مما تزورنا أنت نسو زيارته يعني اشتقنا إلى زيارتك اشتقنا إليك آدبا كوغوه لوني هدد زيارة نقوبة لهيد أنت نسو زيارته إن كبضا. لكن ملائكة إلهي تبارك وتعالى ما الأمر دقاقاً إلا بأمر الله إلا بأمر الله مركز آيات على سودك تمرك وما نتنزل ما سودقنه إلا بأمر ربك ربك أمرك يسمو يه له الرب وأسقنا ذي ما بين أيدينا وما خلفنا أي لله تبارك وتعالى ملك كل شيء يعني ملك يقول رب ليه هو مالكنا ما لنا رب نادر ما أدنه ما لنا رب نادر ما أدنه يعني وقت القرآن كسود دقيقي
حالد جرتي أن أنجو هذا أقولن إن لا فهم ويسن فهمنا يلقط أي أي آيات التلمامي حالد سمحية هاي وحجري جرتي تذكرني أضام على هايين أضام كان سيد بالوية هاي أضام كسيد كالوية هاي مل سيد كسؤد رموية مل كلام آدو وعن سيد كقبضهن ما قبته صوما وعن سيد كسؤد رنوافه ليا ساس على يقاني مركا وحال لي هاي ملائكته وأضام إلهي تبارك وتعالى مل إلهي أدر موية مل كلا ما آدم نعم ربنا ما خلافان بني آدم كحوجا لسيي خيارة أي ملح لآذي مرك وخيار كودي وحوجر سيي إن الله يرسل كي سب خلافان لكن وحكت لنا يا مصائب تايقون بيكون نقول نعم نعم إذا المركب محاكم إذا من صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هل كسن آيات كذا دمينينا مع آيات أسكالة معاني ديد عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف حديث كان مسألة وحكها ضليا لغها ضل قراءات كأي علوم القرآن لكن هذا باب كان وحن راجو كاني باب بدء الخلق جبريل أم بالغو الشيغي سوما جبريل أم بالغو الشيغي ملائكته مقعية إلى ذهي ملائكته مقعية إلى ذهي وحكم ذا جبريل مقعاس ملق اللي إلى ذهي جبريل نعم ساسو هذا أكاني وإلا معناه كهليه ومعنى قراءات كأي علوم القرآن كوكسابسن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي قال وحيري أقرأني جبريل جبريل با إبري أو إأخرسيي إقراء وحويا قفك قرآن كبرنا إياه معلنك وأميريا وأولقنا سوما أما وكض الأخرية مركز أرضي قد جيسنية سي أرضي قو أخريو أما أرضي قو يري هذا كتابك قادي أخري لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ مكتوبا وح مكتوبا النبي قم أخري يجرين جبريل بكض الأخرين أيا مركو كض الأخرين أنا وحفظي مرك أقرأني وأخري سيي وإبري جبريل وجبريل قرآن كيبو إبري على حرف بو إبري هل حرف حرفك علماء سيالة بضم بيكوفة سيرين وجوه الإعراب وكوفة سيرين ذلك نحوها يقانو وحاكروا لكوفة سيري لهجات العرب لهجوين كعربت وهل معنو ووحالك يابا دور كلمة كالدوان لغو قتو مركا هل حرفو كم ذا أيو إبري مركابا محن كدل بضيب ويرمركا حرف كلنا إنه يقبره فلم أزل كما أنا نزول أستزيده إن كزيادة طلبيه هل حرف وحك بضن إنه يقبره وكبره مركا حتى انتهى إلى أولم ماضي إلى سبعة أحرف إلى تضبأ أولم ماضي حروف تاكل الدوان إن مرك القرآن كلاجو أخري يلهجات كلا دوّن وللتخفيف على الأمة للتخفيف على الأمة أمة ذا أم بالله فضضينية أو حاجر مثلا قريش أو كلا كلمة يكو هذا شو وحال لقيا با عرب تكلا إن يسيك لا وجو هذا شو سوما إن يسيك لا وجو هذا شو أو تاريكو ألك تهي سيدا درت الماء إلا حروف تقارن كرين هذا بس ما نرجع عربته محوها قاف كأنكرينه جاء كدكت كوساسة هاجرة أنا قبوا علينا سوما سوما لذوبا وعلى ذا هاي
مركا حروف تاس مركا نبي صلى الله عليه وآله وسلم لبري أو قرآنك لغو أخري وكو بنان معرفة أباها انتهي. نعم نعم قراءات كان هذا أنا وأن من تنقانه هو حرف منها حرف من السبعة الأحرف سيداس في علوم هذا الشيء يعني حرف الجحان قرآن كان إنك وجوه كلا دوان باجر تقول رأى ضيو أقرسه وجوه ذا صور لأن كل قد بحيث سكوت تقيسا على حرف واحد. نعم عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. برضو حديث كاننا سقنا من أول الكتاب ونقص ومري. نعم ولما من كتاب بدء الوحي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي وتابعي حديثك هذا النودن بيي ابن عباس كوريني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو أها أجود الناس تتك كانوا قد يغضب ظن عادة وكانون أها أجود ما يكون أنت قد يقبضا يهي في رمضان بشي رمضان بي أهي. نعم حين يلقاه جبريل مركي جبريل ولك المؤجو جبريل أيماده وكان جبريل نوح أها يلقاه كي نبيك أيماده في كل ليلة من رمضان همين كستو بش رمضان كمدة فيدارسه القرآن مركابه قرآن كالأخري يجري مدارسته حويا وقرآن كالله سلأخري مرمرك قاركود مركي حلقاتك تصحيح التلاوة أوكالي والله فريستا مركا قفبا أخري يا والله قصحي يا قفك كلا أسنا أخرين يا ساس بيكو سعطا سوما قاب كان نفتي دوا نوع من المدارسة إسبريدا لا إسبرا يو ومعلن كورددي قران كبرا يو دبديدنا مركي حفظيان وكده جي سنة يو حصص التسميع أو كله أيدنا ونوع أما وجه من وجوه المدارسة. المهم جبريل يدارس ويراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيدارسه القرآن. طيب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي والله يا رسولك إلهي حين يلقاه مركأ لكل ميه جبريل أجود متك وقد يغضب ضنب أها بالخير مره دي ديق لشيغي دتك وحا أسو دقدق أيه صدقه سوما إيا مال لا صدق أيه حولها النفته ده خير والغو مقعابا لما دليل با وإنه لحب الخير لشديد بني آدمك أي لحب المال حديث كلو وحا جري ضد أنصار النبي قويمي مركاسي حول ويديستين وسيي مر لباد بي أيمادين وسيي لو رجال مركو سيو النبي قعنتي سيو حواك لمادين أيو النبي وحو كيري أكتيد ما أهان وح خيرة
النبي خير بلن باكتي سئه حرمها يواي وحي اوها يوردن وابحيي وح خيرهن اذن ككيت صلو ما هيو وحن بركة كبور ريي تعفف يا دورسوني يا صبر ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر حديثك معروف كه مركة مالك خير ولا يري على مركة إنه مركة سيدة يهي واللوجيد أجود بالخير أي بالإنفاق والصدقة صدقة إي حولها والنبي بحين أيوه يا ولي بسيد وجود دق دق أيوه النبي صلى الله عليه وسلم وأجا قد يقبضنا من الريح المرسلة دبيشة لا صادره أو مبشرات كه بشارة يا خيرك رحمة الإله يكون بشارين يسوع لا صادره أو رب كفر دينيس وقد يقبضنا هديك له خيرك على عمومه أما مالها هذا أما خير كلها هذه كان النبي وحوها سباقا إلى الخير خير كبو وأرض لرنجري ريح ذا المركل الشيء جينا التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله لعموم نفعها ساسبوها كلمة مرك أجود صدح شير بيصون نقطي مر أجود ومنصوب لبا قرنا وأجود أجود مركي دعدي في محل نصب خبر كانوي سوما لبا جير أي قدن تهينا مركة هوري وكان أجود واسم كان تنو حوية فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير وخبر ما كان خبر بيد عضي فلا رسول الله ومبتده أخبر كيدي أوي أجود واي سمع مركا إعرابك موقعها من الإعراب كالبدلي ابن شهاب أن عمر ابن عبد العزيز مركا مناسبة مركا أما محل شاهدك ولقاء جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إنه النبي قال لكل مجري همين كسور رمضان ابن عباس كليا مورين جبريل إنه النبي قوي من جرى قرآن كالآخر يجري بل وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة لبدو دبا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوي كوريين أن جبريل كان يعارضه القرآن عرضك وأرضك الشيخ كود الأخرية قرآنك أرضك أو الشيخ أما معلم كيسة قرآنك كود الأخرية عرضك سيوحو إحسوسيي زمن أن جامع عدد قني نيبا وحاجري نين شيخها أو قارئها أو جامع دقارهن كلية القرآن معلم كأها ولديه جري الشيخ مرصفي كتاب كان مصحف كاي مجمع ملك فهد علماء التصحيح سي مركي لضابعي او اشرافي سي ايام مجعي سكو اللي جري هدان هدا لقا قوين نين شي بنواءها ارضي ارض كم ذاها مركا ايا وحور ربي انو اجازه كقاتو القراءات السبعه مركا وحاجره نظام ليرد جمع القراءات وأرضي يقو يعني قرآن كو أخرية يا مركا مركا قار كودن حتى عشرة ضبال كو أخرية مركا جمع القراءات اللي يرد هذا قفك وحلقي با سنوات إنه قرآن كو كل مايو مركو جمع القراءات كسوضو وصعب للغاية وحلقي با هل كيف فدي هل كيف فدي إنه هل آية دافين هذا دافنا لبا آية دينونا دافين وجوه ده كجرت أخرية ويلكم مركب عور بالشيخ إنه جا كقات جائزة كقات وصاب بالله بس سنوات وكسو ودي
سورة التغابن وهمين كاكد الأخريني رمضان نوايا هاي بالرمضان مركي تراويح دا لقصه النقضي أي شيخ قرغيس وقلت لك يولا فارستي شيخنا ودقي سنية قرآن كيبكو دقي سنية مركابو مرعون أرورتي قبيل الفجر أشيخي حسبك وجوجيي شيخي دين عبو دعي نفتينا وكبحضا ويلكي وح أمسية بلوان نهاية دي بعد ويت شيخه إجازة الصين لها ميت كما دمشق كما أويو هو حق سماركتي لكن سنوات دن كان يتعب إنه إجازة شيخه كقاتو عد هذا أفريسة ندمية ما نين شيخه أدو حلمي بضان أدو القاد بضان بوها شيخ مرسى في بلد هجري رحمة الله عليه في رمضان مركع عرضك قرآن كاللغو أخريو شيوخ ذا قراءاتك وذاتك أهل قرآن كاهي آد بيئوها بونتهي وأنا سنة النبي محمد يا جبريل جبريل ساس بيئو عرضي جري وعاكلا سوء رورتي إنه بشهر رمضان همين كستا أي وذا أخري جريني حال مربي قرآن كاوذا دمين جرين لكن رمضان كي أقدم بيي لبجر بكو دمي لبجر باي باي دمي يعني قرآن كجبريل يا يعني نبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتك معك على الشيخ ولا جوغا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.